قضية النعمان كان عنده نديم، بعضهم حسد هذا النديم، فكلفوا طرف ابن العبد أو لبيد الشاعر أن ما تصنع؟ قال سألقي بيتين أو بيتا أجعل النعمان يبتعد عن هذا الربيع ابتعادا نهائيا. فدخل عليه ووجده يأكل معه، ذكر هذه الأبيات المشهورة: أبيت اللعن لا تأكل معه. أبيت اللعن تعبير العرب تحيي بعضها بعضا قبل الإسلام. وذكر للبيت معنى البيت أن هذا في مكان خروج أجلكم الله الغائط مريض، وهذا يدخل إصبعه ينظفه، فتقزز النعمان من هذه الحالة ثم يأتي أكل معك. والقضية ليس لها واقع، مجرد أراد أن يعني يجعل هناك غلظة بينه وبين، وفعلا النعمان يعني تركه حتى توسل بالنعمان أن أرسل من مثلا يتأكد أن هذه الحالة ليست بي. قال: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. مسألة انطبعت بذهني بعد، قال ما أقدر أكل معك. فاللسان فيه مشكلة، ولذلك أخواني نحن حصاد ألسنتنا. كلمة طيبة تخرج يظهر الأثر، كلمة سيئة تخرج يظهر الأثر.